تعالى وحده، وصلى الله على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة، وارض عنا معهم يا رب العالمين. من شأن الإنسان المسلم أن يشجع على الخير، وأن يدعو له، وأن يكون مفتاحا له مغلاقا للشر. ومن وسائل الدعوة للخير التشجيع، أن أشجع من حولي، وبخاصة من أسأل عنهم يوم القيامة من عائلة الأقربين إلي كأولادي وزوجتي، أن أشجعهم على العمل الصالح. كذلك إذا كنت صاحب مكانة في العلم، أو مكانة بين الناس، بين الأصحاب، بين الجيران والأرحام، أن أستعمل أسلوب التشجيع على الخير. أسلوب التشجيع يا أيها الأحبة عكس التثبيط. أن أقول لفلان إذا نظرت إليه: إن شاء الله أنت باستطاعتك أن تحفظ القرآن. هو همته ضعيفة على التلاوة أصلا، فأقول: إن شاء الله أنت باستطاعتك أن تحفظ القرآن الكريم. أقول لامرأة من قريباتي إذا كنت أجدها مثلا مقصرة في الحجاب: إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى سيعينك وتلتزمين بالحجاب السابغ وتكونين كشأن الصحابيات. وقد تكون هي في هذا الوقت من العاصيات، ولكن أشجعها، أرغبها في الخير. أقول لولد في مقتبل العمر، أقول: إن شاء الله أنت ستكون من العلماء الفضلاء الصلحاء. أرغبه في ذلك، أشجعه عليه، أزرع في نفسه الرغبة في الخير من خلال أن أقنعه بأنه قد يصبح إنسانا ذا مكانة في الدين وفي التقوى وفي العلم وفي نفع الناس. هذا التشجيع أمر مرغب فيه جدا في الإسلام. في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي، أي كان خلفه راكبا على بعير: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث قال إيه؟ يقول له يا غلام، كم كان عمره حينها؟ لعله كان في 12 أو في 13. هو في ذلك الوقت يدرك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال: نعم، ولكن ليس ذلك الإدراك التام كإنسان كبير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشجعه على الخير. رأى منهم مرة ذكاء وفطنة وحفظا، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يشجعه على الخير. صار فيما بعد أن كبر عبد الله بن عباس حبر الأمة. طفل صغير، صحابي جليل أيضا، كان في وقتها طفلا صغيرا في الحياة النبوية، يقول: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بئرنا وأنا ابن 5 سنين. قال: إيش يعني؟ سيدنا رسول الله دعاه، طفل 5 سنوات، دعاه إليه، أخذ من بئر ملأوا له دلوا من ماء من بئر، فوضع الماء في فمه، ثم وضعه برفق على وجه هذا الطفل ومسح عليه. الطفل فرح، رسول الله يضع ماء على وجهه ويمسح له، سبحان الله. فلما كبر صار يترنم بها طول حياته: أنا بتذكر هاي سيدنا رسول الله عملها معي، عقلت منه مجة مجها في وجهي. لماذا؟ ليشجعه. هناك بعض الناس في كل عصر وزمان لا هم لهم إلا تثبيط الهمم وإضعافها وتسويد الحياة والممات في وجه الناس، سبحان الله. بعض الأمهات أخواتنا وبعض الآباء يرى ولده مخطئا،
أنت كذا، لا أريد أن أذكر الأوصاف التي يذكرونها، أنت ما برتج منك خير، أنت عاق، أنت لا تستحي. طيب كل يوم ستقول له مثل هذا الكلام، أنت تثبت همته. لو كان يريد أن يستحي ما عاد أن يستحي، لو كان فيه خير الآن بعد كل هذا التقريع والكذا وتثبيت الهمة، ما عاد يريد أن يتوجه إلى الخير الذي ترجوه أنت له في داخلك. قد يكون الأب والأم يرجو له خيرا ويقول هذا الكلام، يظن أنه يريد أن يشجعه، فإذا هو يثبته لما يقول له أنت لا تفهم، أنت كذا أنت كذا، يا أخي قل له كلمة تشجعه بها. قال هو مقصر، أعرف أنه مقصر، أدري أنه مقصر، ولكن استعمل حينا يعني نصف المرات على الأقل تشجيع، وإن زدت فهو خير، لعل قلبه يرق، لعله يتحسن، لعل الله يوجهه إلى طاعة كذا. أما دائما أسلوب الإهانة والتحقير، وأنت غبي، وأنت لا ما بتفهم، أنت ليش، سبحان الله، كل كلمة يقول لا تفهم. طيب حتى لو كان يريد أن يفهم، لما يجد من أبيه أو أمه أو أستاذه أو من هو أعلى من هذا الأسلوب الذي يثبط الهمة ويضعفها، لن يعود يفهم، لن يعود يحب أن يفهم، يقول دعني كما أنا، أنا مقتنع بنفسي، سبحان الله. لذلك يا أيها الأحبة استعملوا هذه الطريقة، هذه الطريقة أيضا وجهنا إليها القرآن قبل كل شيء، هي الترغيب، وعكسها الترهيب. الترهيب له مواضع، لكن الترغيب، كم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا الجنات التي تجري تحتها الأنهار ليرغبنا في شيء تحبه النفوس، الماء الجاري، كل النفوس العاقلة تحب هذا المنظر وهذا المكان، الله تعالى يرغبك، يحثك، يشجعك عليه. فاستعمل هذا يا أيها الأخ الكريم، استعملوا هذا في بيوتكم مع أرحامكم، لأنه يبلغني عن إخوة كرام، عدد من الإخوة في يعني أماكن متعددة، يبلغني أنهم لا يتعاملون مع من حولهم إلا بهذا الأسلوب القاسي المثبط المضعف للهمة، الذي ينفر ولا يرغب، يهرب ولا يقرب. هذا الأسلوب إذا بقيت على استعماله طول حياتك، لن يبقى لك أحد يريد منك شيئا. إذا كنت في كل الأمور معاتبا، كما يقول القائل قديما، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. فعش خاليا، أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، وهكذا شأن العاقل. فيا أيها الكرام، التشجيع وتحسين الخير في نفوس الناس، لعل الله تعالى يصلحهم ويصلحنا معهم. اللهم إنا نسألك الخير والسداد لنا وللمسلمين، والحمد لله رب العالمين.